الأعزاء أحييكم، معكم حميد عقبي وفي حلقة جديدة تأملات حول أفلام سينمائية عربية وعالمية. هذه الحلقة تقريبا 33 تقريبا، ونحن خضنا تجربة جميلة مع بعض في حول أفلام عربية وعالمية، وبدي في هذه الحلقة سنخصصها حول فيلم يعني من الأفلام الرائعة أو من الأفلام المثيرة للجدل أيضا، فيلم ميريمار 1969، وهي للمخرج الكبير كمال الشيخ. المخرج كمال الشيخ طبعا مخرج معروف جدا، له الكثير من الأفلام المهمة جدا في تاريخ السينما العربية، تاريخ السينما المصرية. من ضمن هذه الأفلام يعني بدي مثلا أقول فيلم شنو، دموع الفرح، فيلم كيد النساء، فيلم ياسمين، فيلم غزل البنات من الأفلام المهمة، فيلم عنبر أيضا. الكثير من الأفلام أنتج ما يقرب من 50 فيلم على الأقل يعني، وله كثير من الأفلام بالأبيض والأسود، من ضمنها مثلا شهداء الغرام، ضمنها أيضا في بعض الأفلام الكوميدية، في بعض الأفلام الاجتماعية، أحلام الشباب، يعني له العديد من الأفلام المهمة جدا، ويعتبر من كبار المخرجين المصريين. يعني هو اشتغل في أفلام عديدة، حتى منها يعني أفلام تجنح إلى، وهو أيضا من المخرجين المهمين الذين قدموا نجيب محفوظ. يعني قدم مثلا في فيلم اللص والكلاب 1969، كما أيضا هذه الرواية الرائعة ميريمار في هذا الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، الرواية لنجيب محفوظ في بنفس الاسم. إذا سنحاول من خلال هذا العمل أو من خلال هذا اللقاء أن نركز على هذا الفيلم، وهذا الفيلم بما فيه الكثير من الجدل، لأنه ربما من الأفلام المهمة التي فيها نوع من المصارحة، نوع من الملامسة للواقع، يعني لهذه الفترة المهمة من تاريخ مصر، فترة الستينات، فترة العهد الناصري، كانت ولا زالت وستظل تثير الكثير من الجدل، سواء في المجال الروائي، في المجال الأدبي والقصصي، وكذلك أيضا في المجال السينمائي. ما تزال هناك كثير من الأشياء يتم استكشافها أو استقراءها. يعني تقريبا نحن نشاهد كثير من الأفلام المصرية دائما تأتي مثلا بالنسبة للهزيمة أو النكسة التي أصيبت بها مصر، كذلك خطاب التنحي، كذلك يعني هذه من الأشياء المهمة جدا التي، ثم أيضا النصر أو فترات النصر والتحمس للحرب وتحرير الأرض وتحرير سيناء، وكل هذه الأشياء يعني السينما حاولت أن تتعامل، كل مخرج يتعامل بحسب فلسفته أو بحسب النص الذي فيه. يعني هون نحن طيب نجيب محفوظ من الكتاب المهمين والرائعين ليحاول أن يرسم الشخصية المصرية، طبعا زكاك المدق وغيرها من الأفلام المهمة جدا، واللي كان هو يعني دائما يحب القاهرة، ولكن في هذا العمل نحن نعيش أجواء أسكندرانية، نعيش الشخصية الإسكندرية، نعيش محطة الرمل، نعيش الترمواي بتاع الإسكندرية، نعيش هذا الفندق ميريمار، نعيش هذه الشخصيات الأسكندرانية وهذه الفترة. فجميل جدا أن يعني أيضا أن نحاول أن نناقش لماذا هذا العمل في وقتها أثير عليه الكثير من الجدل، وما زال يثار عليه الجدل أحيانا عندما نستقرأ أو عندما يكون هناك تحليلا جماليا وتحليلا سينمائيا أو تحليلا من الناحية الأدبية، أو البعض اللي يجاز مثلا نقول إحنا مع فيلم سينمائي أو مع رواية. يعني التاريخ يأتي في المسار الثاني أو المسار الثالث، يعني المهم بالنسبة للكاتب هو ليس أن يكتب تاريخا عندما يكتب رواية، لا أعتقد أن مهم أن تكتب أنت التاريخ وأن تكون صادق في كتابة التاريخ. ربما أنت لا تكتب التاريخ بالطريقة التي كتبت فيها في الجرائد أو في الكتب أو في الأبحاث أو في التاريخ الرسمي الذي، ولكن أنت ربما أنت تستقرئ التاريخ، تعيد كتابته أو تعيد قراءته، أفضل من أن أقول تعيد كتابته. فلذلك قد يكون في الرواية، في العمل الأدبي، في العمل السينمائي، في العمل الفني، في الفن التشكيلي، عندما تكون هناك يعني عمل مستوحى أو يعتمد أو يستند أو يلمح أو يخوض ويناقش فترة تاريخية يعني محددة، هو لا ليس ملزم عليه أن يكون صادق 100%، ولا يوجد أساس صدق في التاريخ.
لم يكتب التاريخ، تاريخنا وخاصة تاريخنا العربي، وربما التاريخ الإنساني لم يكتب. لا يوجد هناك حادثة تاريخية، أو لا يوجد هناك شخصية تاريخية كتبت عنها والله إن هذا صدق وبوثائق كذا كذا، لا يوجد، مستحيل جدا. يعني من كتب التاريخ؟ دائما وعندما يكتب التاريخ يكتب لمصلحة شخص أو جهة، وبعد ذلك أحيانا بعد انتهاء هذه الفترة أو انتهاء كل الفترة الزمنية، انتهاء فترة الحاكم الذي يعني ربما يحاول أن يخلد نفسه ويجعل الناس يكتبون عنه وعن هذه التاريخ وهذه المرحلة، بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى بعده فيتم نسف وإحراق أو إهمال الكتب أو التي كانت يعني تسمى في عهده أو في عهد الحاكم أنها مثلا يعني تاريخ. لذلك أنا ممكن أو بالنسبة إلي أظن أو أعتقد اعتقاد تام أنه التاريخ العربي والتاريخ الإنساني بشكل عام لم يكتب، لا يوجد أي كتابة صحيحة، لا يوجد أي كتاب تاريخي صحيح 100%، لا يوجد حتى يعني كتب أو كتب الأديان السماوية. البعض يعني قد تؤمن أنت ببعض ولا تؤمن ببعض، أو ترى بعض الشيء فيه نوع من الخيال، فيه نوع من التدخلات. إذن سنكون معكم، سنناقش هذا العمل. كونوا معي حميد عقبي، وتستطيعون أيضا الاشتراك في قناتنا المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. تستطيعون أيضا متابعة هذه الحلقات على صفحتي فيسبوك حميد عقبي، وأيضا على انستغرام. كونوا معي وسنكون مع فيلم ميريمار. إذا أتابع معكم أنا حميد عقبي، وفي هذا اليوم الجميل المشمس الرائع نحن اليوم مع فيلم رائع جدا، فيلم ميريمار. فيلم ميريمار والذي يعني أنتجه الذي أخرجه طبعا الأستاذ كمال الشيخ، الأستاذ كمال الشيخ بما طبعا الفيلم فيه وجوه جميلة جدا ورائعة، على رأسهم الفنانة القديرة فادية، الفنان العظيم يوسف وهبي، الفنان البديع يوسف شعبان، عماد حمدي، عبد المنعم إبراهيم، أبو بكر عزت، عبد الرحمن علي، كذلك نادية الجندي وكانت في بداية مشوارها، نظيمة شعراوي، كذلك معنا أحمد توفيق، ومعنا أيضا سهير سامي وكانت في بداية طريقها. يعني نادية الجندي كان هذا العمل ربما العمل الثاني أو الثالث، ما أدري بالضبط. واعتقد انه اذا احنا عندما نشاهد هذا العمل نجد ان ربما نادية الجندي استمرت هذه الشخصيه التي يعني كونتها، هاي يعني شخصيتها انها تريد المسيطره القويه، ايضا اللي ممكن تصرخ في وجه واحد، يعني احيانا تكون لغتها او لهجتها شكل يعني تحب يعني هاي شخصيه العالمه، شخصيه الراقصه، شخصيه المعلمه، شخصيه المسيطرة، شخصية المخبرة، وربما استمرت على هذا المنوال. بعد ذلك يعني ربما في بعض الناس يقتنع بنادية الجندي أو لا يقتنع بها، أنها ربما ظلت في هذه الشخصية، يعني ظلت ربما هي نفسها تحوم حول هذا يوسف شعبان. طبعا ممثل بديع ورائع وجميل جدا، وله يعني الكثير من يعني يعتبر من كبار الفنانين المصريين. طبعا هذا العمل سيناريو وحوار ممدوح الليثي. نحن هنا مع هذا الفندق، فندق ميريمار، هذا الفندق الذي في قلب الإسكندرية قرب تقريبا محطة الرمل حيث الترامويل. وهذا الفندق فيه بعض الشخصيات يعني كان فيها، طبعا نحن أول ما نصادف عامر وجدي اللي هو عماد حمدي. عامر وجهي هو عبارة عن صحفي قديم 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 جدا، ولكن تم الاستغناء عن خدماته ربما لأنه يقول يعني بحسب يعني هو لا يبدو ذلك الشخص الثائر كذا، ولكن ربما تم الاستغناء عنه. نحن نستقرأ هنا هذه الفترة الناصرية، وأي فترة يعني أي فترة حكم أي سلطة تريد الأبواب، تريد البوق، تريد بريزنتاتور، يعني تريد الناس اللي تقدمها، اللي تسبح بحمدها وتقدس لها وتعظم انجازاتها ما لم هم يستغنوا عنك. يعني حتى الان، حتى حاليا، حتى في هذا الحاضر الواقع الحاضر الان،
ليش نجد مثلا الرموز وابطال السوشيال ميديا مرحبين في مهرجانات، رش لهم المدن وال يعني العزومات والدعوات في المهرجانات، هم يعني عبارة عن أبواق، يعني ممكن يبكي إذا في حادثة، وممكن بعد 5 دقائق يرقص ويغني ويتعرى ويعمل أي شيء. يعني هو يعني مثل الحصالة تعمل فيها، أو مثل المشين يعني تعمل فيها تغني لك. يعني في كان زمان في كافيهات تحط في المشين بدك أغنية حزينة، بدك أغنية. فلذلك يعني ربما هنا يعني هذه الشخصية ربما تقدم لنا هذه الرؤية، يعني بمعنى أنه طبعا عندنا يوسف وهبي، يوسف وهبي الأستاذ العظيم في دور طلبة ذلك البرجوازي. هذا البرجوازي اللي هو يقول يعني نفسه، هو يتحدث عن نفسه ويقول بسبب نكتة واحدة وإحنا في النادي كنت أقولها فتم تأميم الأراضي بتاعه. يعني هو ما زال يحتفظ بفلوس شوية يمكن مدكنها تحت. فهو هذا الرجل الغني اللي هو او كان البرجواز اللي يصبح يكره الفتره اللي كان هو وفدي، ويكره لو كان وكيل وزاره. طبعا هو نفسه يقول زمان سابق سابق سابق، يعني مو وكيل، يعني تاريخ قديم وكذا. فهو يسخر دائما من الفتره الناصريه، من الحكم الناصري، من هذه. يعني دائما هذا عندما نرى مثلا الاشتراكي، او عندما نرى يوسف شعبان اللي يمثل هون في دور سرحان البحيري، والله انا جاي من اجتماع، انا رايح في اجتماع الاتحاد الاشتراكي المش عارف، هو يقول لك طز، يقول يتحدث ويقول عامر وجهي طز. فلما يقول بعدين يعني سرحان البحيري يقول لصاحبة الفندق والله انا يمكن يتصلوا عليا عند اجتماع بعدين مع الاتحاد الاشتراكي، يقول طزين. فهو يسخر من هذا، ولكنه هو ايضا هذه الشخصيه المتصابيه. يعني عندما ياتي الى الفندق، طبعا عندما تاتي تبدا الحكايه بدخول زهره او بقدوم زهره. زهره هذه يعني هي فلاحه من اطراف الاسكندريه، ولكن هربت من ابوها او هربت من عائلتها. لماذا؟ لان ابوها كان يريد ان يزوجها بعجوز، رجل عجوز من عمره عنده أراضي أو عنده أموال، فهي فضلت أن تهرب. وكان هذا الأوتيل أو كان هذا البانسيون اللي هو بانسيون ميريمار كانت تعرفه. أبوها كان يأتي أو يأتي بها إلى هذا الفندق. صاحبة الفندق ترحب بها، تشتغل معها، يعني فقط مع قدوم زهرة. يعني زهرة هذه كأنها الملاك، أو كأنها ربما البعض، يعني هي ليست الشيطان بالتأكيد، بل ربما هي الملاك الذي يفضح كل هؤلاء، هذه الشخصيات التي تأتي واحد وراء الآخر إلى هذا الفندق. كل له حكايته، كل له آراءه، كل له موقفه، يعني خاصة من الحكم، خاصة من الفترة. يعني ما نقول من الحكم، نحن نحكي عن فترة مهمة جدا. يعني نرى مثلا يأتي حسين علام اللي هو أبو بكر عزت. حسين علام هو هذا الرجل الغني اللي عنده 100 فدان، و100 فدان يجيبوا له الفلوس، فهو يحضر أو يأتي إلى الإسكندرية ليشرب، ليرقص، ليعاهر أو ليعاقر مع الراقصات، ويذهب إلى هنا وهناك يصرف فلوسه في هذه الأشياء. إذا في هذا العمل يعني شخصيات مختلفة، وكل الشخصيات عندما يأتي أو عندما تأتي زهراء هي تبدأ تأتي. يعني بعد ذلك إحنا نرى أيضا منصور باهي، أو منصور الذي هو عبد الرحمن علي. منصور هذا اللي هو يعني أخوه جاء به إلى هذا المكان، يعني يريد أن يخرج أو يهرب من القاهرة، أو من ربما كان في القاهرة، لأنه يعني هذا الولد عبارة أنه يعني ثوري، يعني منتسب إلى خلية، ولكن بعد ذلك هو اكتشف أن هذه الخلية رغم أنها خلية معارضة لكن فيها تكنيك وكذا. فهم ظنوا أنه يتجسس عليهم لأن أخوه ضابط، وبعدين لما تركهم قالوا أنه خائن. يعني هذا يأتي وهذا يأتي وهذا يأتي، وهون يعني تدور كل الأشياء، أو كل الأشياء تدور حولها أو مع اللي هي زهرة. زهرة عندما تأتي يعني طبعا هي لا تعرف شيء بالجلابية الفلاحية وكذا. يعني أول ما تنزل بالشارع عندما يطلب طلبة مرزوقة يطلب منها أن تشتري له زجاجة ويسكي، يعني تيجي لصاحب الويسكي أو صاحب الخمور وتقول له يعني في هذا،
أريد ويسكي، يعني كلها خمرة، يعني قاعدة تهتف له وكأنه يعني هي ترتكب ذنب كبير جدا. هنا يشوفها أو يشاهدها أو يراها اللي هو سرحان البحيري يوسف شعبان ويتعلق بها، أو يبدأ يعني هذه الشخصية نكتشف بعد ذلك. هي طبعا شخصية ويعني مدير الحسابات بتاع مش عارف إيش، عضو مجلس إدارة النسيج مش عارف إيش، عضو اللجنة أو المجلس الاشتراكي، يعني هذه الصفات الكبيرة حتى دائما يسخر منه الطلبة باعتبار يقول يعني دائما لما يأتي أنا عندي اجتماع، أنا رايح الاجتماع. ودائما يعني هذه الشخصية البرجوازية القديمة، يعني هي كل الناس دول اجتمعوا ليه؟ يعني كأن الناس دول يعني يهوى اجتماعات الناس هذول اللي هم بتاع المجالس الاشتراكية وبتاع مش عارف إيش، فكأنهم يهوون الاجتماعات دائما ويهوون هذه الأشياء، يعني بقبقة بدون عمل أو كذا، يحبوا البهرجة ويحبوا كذا والشعارات والخطب والكذا. فإذا نحن مع شخصيات متعددة، وهذه الشخصيات تبدأ نستكشفها وتبدأ تستكشف وتبدأ هي يعني تعطي لحالها أو تبدأ تتحدث عن حالها، تبدأ تفضح حالها بنفسها. يعني نشاهد احنا في هذا العمل ربما الشخصية، في شخصية بسيطة جدا كانت هي شخصية بائع الجرمال أو بائع اللي هو محمود أبو العباس عبد المنعم إبراهيم، في يعني هذا الشخص الذي فقط يبيع الصحف ويبيع الصحف. فهو مثلا يأتي إلى هذا سرحان يقول له والله يا أخي يا سرحان، هذول الناس أو بتاع البلدية دائما يضايقونا دائما كذا، فلو تحكي لنا مع واحد لنا. ففي الأخير طبعا هو الذي يستقبل زهرة، وهو الذي بعد ذلك هي تختاره أو تتزوج منه. يفعل الكثير سرحان البحيري من حتى يستطيع أو يحاول أن يقنع زهرة، زهرة هذه البنت المفتحة، هو طبعا يكون يعيش من قبل أو يعيش مع نادية جندي أو الراقصة، وهي تدفع له، هي تعطيه المشروب، هي يعني بمعنى عايش معها سفلة يعني زي ما يقولوا، أو هي تصرف عليه. بعد ذلك يريد أن يتخلص منها لأن ربما في رقابة عليه، أو لأنه في بعض المخابرات أو هيك تراقبه كيف واحد في العضو المجلس الاشتراكي وكذا. طبعا عند هذول بتاع المجلس الاشتراكي، وهذا نعرف احنا في بعض الأعمال اللي احنا شفناها، يعني مثلا في فيلم الأراجوز، يعني كيف ذلك بتاع الاتحاد الاشتراكي الكبير اللي هو كان يعجب بالبنات الريفيات الصغيرات وكان يأخذهم، بس هذا بالمخفي يعني، فهو بده يعمل حاجة هيك بالمخفي. وحتى هو يعني يتحدث عن نفسه، يعني يقول احنا مثلا نمتلك الملايين وكذا، بواسطة واحد مهندسين مهندس يعمل معه في نفس الشركة بتاع الغزل، يعني يقول له على عملية ممكن تكسبه الآلاف اللي هي سرقة بعض المواد من مخازن وعملية احتيال على كذا، ويبدو انها في الأخير انها تفشل، لذلك هو يقع في حالة من يعني من الانهيار. كذلك تكتشف في الأخير يعني هو يبيع الحب، يبيع الكذب، يبيع عنده لسان حلو، يستطيع أن أو يحاول أن يقنع زهرة. وبعد ذلك عندما يرى عليا تلك المعلمة ويراها جميلة وبنت ناس وكذا، فيقول والله الزهرة هذه ما عندها أصل، ما عندها نسب، وهذه عليا، بمعنى هذه عليا عندها أصل، عندها نسب، عندها كذا، ممكن تفيده أيضا للوصول في المركز. يعني دائما الشباب أو دائما في بعض الناس الذين يفكرون خاصة في المجال السياسي يبحثون أيضا عن مقومات داعمة ليست مقومات حاجمة. إذا سأكمل معكم يعني القصة كما أنت ترون، يعني وبعد ذلك إن شاء الله نناقش بعض الأشياء. في الجزء الثالث نناقش أهم الأشياء، ونناقش أيضا اللغة السينمائية التي امتاز بها كمال الشيخ، لغة رائعة جريئة بديعة. فإذا كنوا معي في الجزء الثالث والأخير من هذا العمل. أعزائي الأصدقاء، أرحب بكم نتابع في الجزء الثالث والأخير حول فيلم ميري مار، هذا الفيلم الذي أثار الكثير الجدل، وما زال حتى يعني عندما نشاهد هذا العمل
طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن التشابكات الموجودة ما بين الرواية وما بين الفيلم، وكما قلنا لا يمكن دائما أو لا يجوز أن نقارن الفيلم بالرواية. الرواية تحتفظ بأصالتها، تحتفظ بأناقتها كأدبية، كعمل أدبي، بينما الفيلم عمل سينمائي. يعني الفيلم اهتم كثيرا وخاصة بزهرة. زهرة يعني كأنها هنا يعني ميتافور، زهرة التي تدخل حياة هذا المكان أو التي تأتي في الريف، من الريف إلى المدينة، وهذه المدينة اللي تضج بهذه الشخصيات التي تأتي من هنا وتأتي من هناك، وخاصة الإسكندرية. وما أجمل الإسكندرية في هذا العمل، يا الله إيش النظافة وإيش الحلاوة وإيش الأناقة. واللقطة الأخيرة الرائعة البديعة اللي كانت في نهاية العمل، يعني هذه فعلا الإسكندرية كانت عروس البحر. يعني حتى صاحبة الفندق عندما تتحدث وتقول والله الإسكندرية كانت غير شكل، كانت عاصمة دولية، أو كانت عاصمة يعني للأناقة، للجمال، لأنه كان فيها كثير خواجات، كان فيه كثير من كل الجنسيات تقريبا، يونانيين، فرنسيين، إيطاليين، بريطانيين. يعني كانت الإسكندرية ملكي انترناشونال. ولكن طبعا يعني نعرف احنا بعد في 48 أو في الأربعينات مع ظهور يعني إسرائيل وكذا، كثير من اليهود هاجروا، كثير من الأجانب خرجوا، كذلك بعد الثورة وكذا، يعني حكم عبد الناصر أو كذا، الكثير تم جعله في الإعلام الغربي أو في الإعلام العربي أيضا كأنه شبح، هذا الشخص المستبد، هذا الشخص القاهر، هذا الشخص الذي يكره الأجانب، هذا الشخص الذي كذا، هذا الشخص الدكتاتور العظيم، هذا الشخص، هذا الشخص. فكان هناك كثير، تمت يعني تشويهات كثيرة على المستوى الإعلام العالمي وعلى المستوى الإعلام العربي أيضا، لأنه يعني ما نعلم أيضا أن جمال عبد الناصر دعم الثورات، دعم الثورة في اليمن، دعم ثورات كذا، وكان يعني على غير وفاق مع الدول أو المشيخات اللي كانت في وقتها، يعني في الدول الغنية الخليجية خاصة، يعني كان لهم موقف آخر وكذا. وكانت هذه بعض الدول، مثلا السعودية كانت ما تريد اليمن أنها تقوم بثورة، لكن هو كان يعني هنا كان أشبه بصراع، اليمن كان أشبه بصراع بين جمال عبد الناصر وما بين السعودية في وقتها. إذا هنا هذه الإسكندرية الرائعة، ولكن أيضا هذا الفندق، هذا الفندق كأنه بشكل كاريكاتير، أو كأنه يعني بوكس صغير، أو كأنه يعني مكان آخر، هو يعني يعمل بريزنتاسيون صوت يعني المدينة، يعني هو ركن من المهم جدا من أركان هذه المدينة. أو لذلك أخذوا، إحنا شفنا الإنسان البسيط بائع الجورنال، الشخص العادي جدا اللي هو يعني بس بده يعيش، بده بس إن البلدية ما تجيش مثلا تأخذ البتاعه. ونرى هذا الشخص اللي هو ينتمي للحزب، وهذا الشخص، ونرى هذا البرجوازي، وهذا الغني العظيم اللي هو يعني فقد سلطته، وكلهم هنا يسير يعني خلف أو يتحرشون بزهرة. زهرة هذه البنت الريفية اللي جت يعني ما عندها حتى مقومات، يعني هي تستحي بالجلابيه الريفيه، وبعد ذلك ترى الفستان او الفساتين فتحاول انها تغير فستانها، لكن حتى عندما غيرت فستانها ما قدرت، او هي رفضت ان تغير مثلا اشياء اخرى. يعني عندما كانت تشوف او تشوف صاحبه الفندق ان الرجال كلهم يرتاحوا لزهره ويقعدون بالفندق يسهروا، فتقول لها بدل ما هذول يروحوا ويخسروا فلوسهم يعني خارج الفندق، خلي احنا نستفيد. يعني بمعنى يعني صاحبة الفندق الخواجاية تقول لها خلي أخلاقك السياحية، يعني فري، يعني اضحك لهذا، ارقصي مع هذا، غني لهذا. يعني ولو كانت زهرة بدها تمسخ، أو يعني المدينة هذه ليست هنا إنها لم تمسخ هذه الزهرة، زهرة حتى من اسمها، يعني هذه الوردة وهذه الزهرة الجميلة والتي تروح بكل عطور الدنيا يعني بما فيها من جمال، لكنها ظلت أصيلة فرفضت هذا العرض. يعني وربما انها لو اساغت او انها يعني غيرت من نفسها وصارت اخلاقها سياحيه، ترقص مع هذا، تغني مع هذا، تعطي هذا بوسه، تعطي هذا، تدع هذا يلمس يعني صدرها وهذا يلمس مؤخرتها وكذا، كانت ممكن تصير يعني حاجه ثانيه تتحول القصه. لكن زهره ترفض. زهره بالبدايه هي يعني يغريها يعني سرحان البحيري بالحب وتصدق، لذلك احنا نجد كثير من المشاهد، أربعة أو خمسة أو ستة مشاهد تقريبا، يعني حتى كمال الشكل يؤثر هذه بجانب سينمائي. نلاحظ أنه لقطة متوسطة، بعد ذلك لقطة بعيدة، في نوع من الكادر، الأشجار وكذا، كأنها كادر هيك، كأنها يعني كادر أنيق جدا، يعني ترسم هذه الجلسات، طبعا جلسات زمان وما زمان.
يعني كان اللي تمشي بالحديقة، تمشي بحديقة الحيوان، التمشي على الكورنيش ولا على هيك، وشرب الكولا أو الكازوزة والأزازة اللب. وأنا تحدثت يعني مرة سابقة وقلت هذا كان زمان، هذه الصورة. طبعا احنا نرى أيضا الملامح، هنا ملامح كبيرة جدا لنجيب محفوظ، وهي تظل دائما في أغلب الأفلام. نجيب محفوظ من الناس اللي يحب جدا اللي هي السلالم، دائما العناقات او القبلة او الضغط على الصدر تكون في تحت السلالم، فوق السلالم، وسط السلالم. فهون ما في سلالم كثير، لكن قرب الاسانسير يعني. فكان دائما اول لقاء واول هيك يعني دائما الملامسات اللي هي مثلا مع سرحان وزهرة كانت قرب الاسانسير. يعني حتى في لقطة من اللقطات عندما يعني هي تغلق الاسانسير تصير كانها خلف القضبان شويه في ظلام، بينما هو يقول لها تاتي. يعني كان هنا ايضا في دلاله معينه انه في هي دخلت او في بدات تدخل في تضم عالم، عالم فيها الكثير من الاشياء، عالم فيه الكثير من الغرابه، عالم قد يبتلعها هذا العالم هم، او ربما قد لا يبتلعها، قد تخرج منه سليمه. نرى دائما حتى ذلك البرجواز الصغير او ذلك الشخص الغني اللي هو ياتي، ويعني اسمه هذا حسني علام، ودائما سكران ودائما كذا، فهو ياتي ايضا ويحاول ايضا ان يستميت، او يحاول ايضا ان يغتصب، ويحاول ان ياخذ من زهره، ولو قبله ولو عناقات ولو كذا. يعني حتى يعني طلبة مرزوق يعني ما شاء الله عليه يشوفوها ببيك روعة، يعني الأداء حتى يقول يعني سلولي يعني شوية شوية. فهو حتى هو يعني صار متصاب، بسم الله عليك، يعني يغازلها، ويعني حتى بده ياخذ بوسة منها أو لمسة. فإذا هذه كلها التي تعمل أو تفضح هذه الأشياء اللي هي داخل هؤلاء، هذا المجتمع الذكوري وهذا الواقع اللي هو رغم ان الرجال هذول محرومين يعني ربما، ولكن هذا الواقع اللي هو. فزهره هون يعني اشبه بذلك الملاك الذي يدخل، ولكن هذا الملاك يعني هو يعني يفضح كل هذه الاشياء. يعني مثلا سرحان عندما ذهب وسرق، لم يذهب ويسرق مثلا حتى يكون عنده مال ويتزوج زهره. هو اول يعني عندما يعني وجد عليا ذات الحسب والنسب، وهي أيضا جميلة، وهي أيضا موظفة معلمة، فعلى طول تخلى عنها. يعني كلهم أو كل هذه الشخصيات هم لا يريدون يعني الزهرة بروحها بريفيتها، أناقتها الريفية وروحها الأنيق، لكن هم يريدون هذا الجسد يعني فقط، هم يريدون يعني زي ما نقولوا تصبيرة يعني. فلذلك في الأخير هي تقتنع، أو في الأخير عندما تترك، أو بعد موت سرحان البحيري، هي تقرر أن تخرج من هذا العالم وتذهب مع الإنسان الفقير البسيط الذي كان حتى يعني ما عنده كشك، هذا اللي هو محمود أبو العباس بائع الجرنال. إذا في أشياء كثيرة جدا هذا العمل، وأنا أشاهده ربما أتذكر أحيانا، أو أجد أن في يعني ملامح سينما موريس بيالا، سينما كلود شابغول، هذه السينما الأنيقة تنزل للشارع، وكانت كما كنا يعني كما قلنا لم يكن الشارع بهذه الوساخة، أو شوارعنا، لا أقول فقط الإسكندرية، ربما شوارعنا العربية أصبحت يعني فقدت جمالها الذاتي والإنساني والمعماري وطابعها. كان زمان لكل مدينة طابع معين، المدينة البحرية لها طابع معين، المدينة الجبلية لها طابع معين، المدينة اللي هي يعني كل مدينة لها طابع معين، لكن ربما افتقدنا الآن. يعني الآن عندنا ما يشاء أو ما يمكن أن نطلق عليه التشوهات البصرية، التشوهات السمعية، الضجيج في كل مكان، الزبالة في كل مكان، اللوحات اللي هي يعني الاستهلاكية في كل مكان. فتغيرت طبعا هذه المدن، يعني ما بعد الناس اليوم تترحم عن زمان على ال 69 أو الستينات والسبعينات، مين يا ربي كان يشتري يعني فستان ب 2 جنيه و25 قرش، يعني كان ده اليوم او الان يعني فستان يعني ممكن يكون ب 20,000 جنيه، اللي كان هذا اليوم ب 2 جنيه يعني في محل انيق في كذا كذا. فحصلت طبعا متغيرات اجتماعيه، متغيرات ماديه، متغيرات اقتصاديه. أعجبني كثير أيضا في هذا العمل يعني كيف هذه الكاميرا تتعامل بسلاسة. أنا عجبنا أيضا
يعني تصوير البيض احيانا كاننا نحن نعمل على تصوير فوتوغرافي، توزيع الشخصيات، يعني خط هيك، خط مثلث، خط مستقيم، خط، يعني دائما يوزع الشخصيات في خطوط معينه، دائما يحاول يعني ان يعملها، او يحاول ان طبعا هون نحن يجب ان لا ننسى ايضا مدير التصوير يعني البديع عبد الحليم نصر، الموسيقى ميشيل او ميشال يوسف، يعني فاشياء بديعه جدا لم تكن، يعني او بمعنى ان كل لقطه نحس او كل مشهد في نوع من البناء البديع، البناء او الاهتمام بانه في نوع من الجماليات، انا لا اقدم بس انه الناس تثرثر وناس تتحدث وناس تتكلم حتى ناس تبوس بعض ولا ناس تتعارك مع بعض، يعني احنا لسنا هنا في حلبة او لسنا في حلبة مصارعة، حتى لو صارت عراك، لو صارت حتى قبلات، احنا لسنا على، لكن الفاسون كموندي، الطريقة، الأسلوب، الكاميرا، هذا الإحساس بهذا الضوء والظل، الاشتغال يعني بديع جدا. يعني المشهد الأخير يوسف شعبان أو هذا البحيري، هذا عندما وهو يكون سكران ويمشي وظله يسبقه في هذا المكان، هذا الشارع البيض الخالي، بعد ذلك يأتي ذلك الولد الصحفي أو المذيع ويقتله. إذا هذه الأشياء حتى في نفس الغرفة، الأماكن المغلقة إلى حيويتها، إلى توزيع ديكور أنيق بسيط، يعني ما مبالغ فيه. يعني إحنا ربما بعد ذلك لما شفنا أو نشوف الأفلام الحالية أو الأفلام اللي تنتج، يعني بشكل في استديوهات يشبه الاستديوهات الأمريكية، وهذه الصور وهذا مش عارف إيش، ويحاول أن يصنع يعني كأنه يصنع لنا لقطات، يعني كلها يعني يعني أحيانا نحصل في بعض الأفلام الآن أو هذه الأفلام التي تنتج بطريقة يعني طريقة تجارية، ولا حتى ليت يكونوا تجاريين أو يعون أنها يعني تجارة أيضا، يعني أو أنك ممكن يعني نشاهد أحيانا أفلام هوليود فيها الكثير من الأناقة، فيها ولو أن القصة تكون بسيطة وتكون كوميدية، لكن هذه الأفلام التي تنتج اليوم يعني كأن مصر ليست لها هذا التراث العريق، كأن هؤلاء لا يشاهدون هذه الأفلام، يعني المخرجين بتاع السبكي ما السبكي والربكي ما الربكي، وهذول يعني بصراحة كأنهم يعني لم يشاهدوا فيلما في حياتهم، كأنهم لم يشاهدوا يعني عملا فنيا، لوحة فنية، يعني هاي معقول هذه الأفلام اللي عندما تشاهد يعني تصاب بصداع، تصاب يعني لا، عينك لا تقع على شيء جميل، لكن نحن هنا في هذا الفيلم نقع على أشياء كثيرة جميلة رائعة جدا، بناء ديكور أنيق بسيط، شخصيات يعني وهي تخرج، يعني قصدي وهي تسير أمام الكاميرا وهي تأتي نحوها، وهي يعني نوع من اللقطات كأنها يعني كتب فيديو، يعني أو كأنها يعني أحيانا لقطة كأنها لوحة، يعني حتى دخول الزوم أحيانا عندما يدخل على الشخصية سلاسة معينة، يعني في أيضا هذه اللمسات البديعة الفكرية والأدبية والاجتماعية والسياسية كلها تشابكت مع بعض لتكون لنا هذا النسيج الرائع. إذا هذا العمل يحتاج مشاهدات أكثر، يعني وحتى إذا تشاهده وتعود تقرأ الرواية وتعيد تشاهده أنت لا تمل. فيلم ميري مار، رواية نجيب محفوظ المخرج الكبير، جمال الشيخ، يعني بصراحة شيء بديع جدا يستحق المشاهدة، وبكل ما فيه من إثارة، بكل ما فيه من جمال، بكل ما فيه من رموز، بكل ما فيه من دلالات، ويستحق المشاهدة، ويعني عمل نقدر أن نقول أيضا ممتع، يعني في خطابين، هو خطاب للعقل، خطاب للروح، خطاب أيضا في خطاب متعة، يعني نستمتع، إحنا مش مع عمل فني يعني 100% قاعد يعمل لنا لا نصايح لا نشرات أخبار، لا قائمة هيك معدة إنه والله أنا بدي أنصح الناس 1 2 3، المخرج لا يأتي ولا يبيع خطبة ولا يبيع نصائح ولا شيء، أنت تصور شخصيات إنسانية تدخل في مأزق، تخرج من مأزق، وأنت تحاول أن تصور هذه المأزق، تعرض جزء من هذه الشخصيات وجزء آخر تدع المشاهد أيضا هو يتحاور مع هذه الشخصيات، يتحدث إليها، يعود ويبني يعني ايضا بخياله، يعني فهي محفز على الخيال مثل هذه الاعمال، وليست يعني محده للخيال، النهايه مفتوحه، اين ستذهب زهره مع هذا الرجل البسيط؟ قالوا انهم سيكافحون وانهم كذا وانهم سيخطون خطوه خطوه. اذا كنت معكم وانا حميد العقبي، وفي هذا العمل البديع، العمل الذي تحدثنا عنه ميري مار،
نجيب محفوظ وإخراج كمال الشيخ. أتمنى إن شاء الله أن تتابعوا قناتنا يوتيوب المنتدى العربي الأوروبي للسينما حميد عقبي على فيسبوك وعلى انستغرام، كل المحبة والتقدير، وإن شاء الله نلقاكم على خير في حلقة قادمة، عفوا في حلقة قادمة. كونوا معي، كل المحبة، تشاو تشاو.